هذا واجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع سعادة السيد هنري أوريام أوكيلو وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية أوغندا، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من نمو وتقدم وسبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، كما جرى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.